بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على طاعتك وزدنا وعيا بنعمائك يا كريم. نحن نقول ربنا الله لا غير، ولا رازق لنا سواه مما كذب علينا المعتدون الأفكون من أمثال بورقيبة وبن علي ومن تبع من طريقهم المشحون بالبغضاء والكذب والعدوان على شعب تونس المقهور. يقول ربي سبحانه وتعالى على لسان هؤلاء، مش يفضحهم في سوء تقدير من نعم الله، شو المنة صلى لا لا اش مش يكون البديل. قالك يخرج لنا، قد ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها لفروي مش لفروي لفيجيتو وقثائية، فقوس متاعها بالعامية خيار، وفومية يقولوا الناس في التفاسير قالوا عدة أشياء منها الثوم نات، وعن نبينا عليه الصلاة والسلام حذرني أن ذوقنا رفيع بفضل ربنا الرفيع. قال لا تقرب مجلسنا أي مساجدنا إن أكلت ثوم ني ولا بصل ني، وفوميا وعدسيا وبصلها، أو قرنوا بين الثوم والبصل. شوفك الريحة الناتنة اللي مش اللي تونت مزيد على تونت هذين النوعين من مما اختاره بن سويو. نعود إن شاء الله تعالى.